ككل عام تقام احتفالات ليالي رمضان بالحديقة الثقافية للأطفال في السيدة زينب بعنوان أهلا رمضان، حيث العديد من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية التي تقدم للأطفال. الحديقة الثقافية والمركز القومي لثقافة الطفل كان ليه دور كبير جدا في إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات، وفي أولاد من الحديقة الثقافية أولاد من المركز القومي لثقافة الطفل فازوا بعديد من الجوائز مش على مستوى مصر بس لكن على مستوى العالم، لأن دي هتكون فرصة ذهبية لإبراز قدراتهم ومواهبهم إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. بنحتفل سنوياً بليالي رمضان الثقافية والفنية للترفيه وللتوعية وللبناء وللتنمية بالنسبة لأطفالنا، يعني بيبقى عندنا أكتر من هدف في الحقيقة، وإحنا شغالين عندنا البرنامج فيه أشياء متنوعة كتيرة، في عندنا موسيقى وفي عندنا أراجوز وفي عندنا ساحر وفي لقاء مع كاتب وفيه عرائس وفيه معارض وفيه كتب وفيه ورش فنية. إقبال كبير من الأهالي والأطفال على حضور العروض المسرحية وورش فنون مختلفة، بالإضافة إلى عروض استعراضية وغنائية متنوعة. احنا بنيجي كل سنة، وأكتر حاجة بتعجبنا هنا المسرح. بحب في المركز الأرقوز وكده، والمسرح الأسود والترسيم والورشة وكده. العروض بتبقى حلوة، وباجي كل سنة بشترك في مسابقة اسمع كتابك والمخترع الصغير. أحلى حاجة هنا صراحة العروض، وبيعملوا حاجات حلوة للأطفال وبيوزعوا برضه هدايات وكده، بتبقى حلوه قوي يعني. بحب اجي مع صحابي وعشان الانشطه، وبحب لما هم بيغنوا. انا واولادي واخواتي كمان، وقريبا هجيب والدتي معايا باذنك يا رب. اكتر حاجه بتعجبني لما باجي هنا التنوره والدوده. فعاليات رمضانيه خاصه للاطفال تقدم على اكمل وجه وباتخاذ جميع الاجراءات الاحترازيه، ودعم متواصل للاسره المصريه، حيث تقدم جميع عروض الحديقه مجانا تشجيعا للاطفال وابرازا للمواهب المختلفه. شروق الخطيب، MBC مصر.